بعد الترحيب بك كما حدث بإقليم القرم في عام 2014 أو في جزيرة القرم، ومن قبلها أو من قبلها الإقليمين الجورجيين. يبدو الرئيس بوتين ماض في طريقه نحو تغيير الواقع على الأرض. لماذا يظهر الغرب وكأنه لم يكن واضعا في حسبانه خطوة كهذه؟ التحية لك ولمشاهديك وشكرا على الاستضافة. لا، الغرب يعني يدرك تماما أنه في حالة منافسة مع روسيا، والدليل أن يعني هذا العدد الكبير من الدول المحيطة بروسيا على شكل طوق والتي انضمت إلى الناتو مؤخرا، ليس مؤخرا وإنما على مدى السنوات، يعني آخرها كان في قبل سنتين صربيا، يعني الـ يعني هذا الإحاطة أو الحصار على روسيا لابد أن يكون له تداعيات. بالطبع يعني العالم لا يحتمل أن يكون هناك هدوء كامل. هذه الشركات الكبرى وهذه المليارات من الدولارات التي تنفق على تسليح تحتاج إلى مثل هذه الحركات، والغرب هو جزء بل هو العمود الفقري في هذه الصناعات العسكرية. برأيي أن يعني الغرب لا يجب أن يبيع الطهر لروسيا بأن هذا الغزو مخالف لكل القوانين. الغرب هو الذي غزا كل العالم، ولكن بنفس الوقت روسيا في الحقيقة بدأت بعملية غزو، والإعلان عن جزء من أوكرانيا الذي هو تحت سيطرة القوات العسكرية الأوكرانية اعتباره جزء من هذه الكيانات المستقلة التي تتبع إلى روسيا، برأيي يمهد لغزو بكل أسف سيدفع ثمنه البسطاء من أنت تقيم دكتور، أبقى معك، أنت تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تنظر حتى الآن إلى رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف بمنطقتي أو بما يعرف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كأراضي مستقلة؟ كيف تنظر إلى رد الفعل الأمريكي مقارنة حتى برد الفعل الأوروبي الذي بدأ يتوالى منذ صباح هذا اليوم؟ نعم، بدون شك أن الولايات المتحدة، وأنا هنا أفرق بين ردود فعل من حين في الولايات المتحدة، ردود فعل الرئاسة الأمريكية الجزء التنفيذي من الحكومة الأمريكية والمتمثل بالبيت الأبيض. البيت الأبيض منذ البداية كان رأس الحربة بالحقيقة في مواجهة التمدد الروسي في أوكرانيا، وهو الذي كان يدفع أوروبا إلى التشدد وإلى اتخاذ المواقف الصارمة في قضية التدخل الروسي في أوكرانيا. هذا على مستوى الرئاسة، والولايات المتحدة منذ البداية قالت أنها هناك مجموعة من الإجراءات الموجودة لديها والتي سوف تبدأ باتخاذها مباشرة بمجرد الغزو الروسي. واليوم سمت الولايات المتحدة أخيرا سمت ما يحصل في أوكرانيا بأنه غزو، وبرأيي تصنيف هذا بأنه غزو يعني أن تبدأ الإجراءات التي وضعتها حكومة الولايات المتحدة. بالمقابل هناك الجزء المحافظ من المجتمع الأمريكي والمتمثل بأعضاء في مجلس الشيوخ وفي الكونغرس الأمريكي وفي وسائل الإعلام المحافظة مثل فوكس نيوز على سبيل المثال، كلها تناوئ الرئيس جو بايدن وتندد بهذا التصعيد من طرف الولايات المتحدة. هي تريد أن دائما تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن على سأعود إلى هذه النقطة مرة أخرى معك دكتور، لأن هناك تباين في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح بين هذه الإدارة والإدارة السابقة، وربما حتى اتهامات تلاحق إدارة ترامب بأنها هي التي أضعفت الناتو وساهمت في إضعاف الاتحاد الأوروبي وساهمت في سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير. سأعود إليك مرة أخرى دكتور، ولكن دعني أتحول إلى دكتور محمد أمين مقراوي الأستاذ بجامعة كييف الوطنية، ضيفي عبر سكايب. دكتور أهلا بك. كما